بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 74 من الكتاب السادس عشر، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. السفر أيام النبي وإلى فترة قريبة من زمن البشرية كان مخوف، محل المخاطر، تحدث فيه مواقف كثيرة، والمرأة مبناها أنها ضعيفة لا تستطيع أن تواجه المواقف الخطرة منفردة، ولذا من رحمة الشرع بها نهاها أن تسافر في سفر مخوف إلا وأن يكون معها محرم يحميها ويقوم بها ويقضي حاجتها ويرفع متاعها. فهذا التحريم كان لتشريف لها والتكريم وليس للحظر عليها، بل تشريفا لها وتكريما وتعظيما لحقها ومراعاة لضعفها. فإذا أمن الطريق وصار فيه أمن وعدم مخاطر فلها أن تسافر بغير محرم طالما أمن الطريق. إنما لو الطريق فيه مخوف، محل مخاطر، يحرم عليها أن تسافر، وهذه الحرمة لمصلحتها وليس حظرا لها، حماية لها وقياما بحقها ورعاية لها. الرجال قوامون على النساء، يعني قائمون عليهم حفظا ورعاية وحماية ونفقة. فعلشان كده هذا التحريم لم يكن تمييز للرجال دون النساء، بل بالعكس مراعاة لجانبهم ورفعا لشأنهم. كانوا يسافرون ويركبون الجمال ويركبون الحمير ويسيرون في صحارى مسافات طويلة وأيام متتالية مظلمة، يخرج عليهم قطاع طرق. فكيف تسافر المرأة منفردة بمثل هذا السفر المخوف إذا كان بعض الرجال يخافون أن يسافرون؟ فجاء الشرع الشريف رحمة بالمرأة بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 22 بعد 303,000. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. يعني مسيرة ثلاثة أيام، يبقى ثلاثة هنا معناه إيه؟ يعني مسيرة ثلاثة أيام، يعني قدر المسير. كانوا يحددوا المسافة بالزمن، يعني تقول أنا همشي ثلاثة أيام يبقى تقطع مسافة ثلاثة أيام قد إيه؟ فهمت؟ أدي معناها. فالعبرة مش بالزمن نفسه، لكن العبرة بالمسافة المقطوعة في الزمن، يعني كأنه بيقول مسيرة طويلة يعني. وثلاثة أيام بسرعة البعير، فهمت بقى؟ ثلاثة أيام بسرعة البعير. فلو قلنا أن البعير مثلا في اليوم بيقطع مثلا 30 كيلو، لو هيسافر يوم كامل، أو 20 كيلو، يبقى مثلا في 60 كيلو في صحراء قاحلة مظلمة لا يوجد خدمات في الطريق ويوجد قطاع طرق، يبقى ده من باب الرحمة. يبقى هذه النهي نهي جاء للشرع الشريف ليرحمها، لأن ربنا بيقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبيقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلو خرجت في هذه الظروف
كأنها بتهلك نفسها أو تعرض نفسها للمهالك. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر فوق ثلاث، وقال ابن نمير في رواية عن أبي ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. والمحرم اللي يبقى معها لابد أن تكون بينهما علاقة حرمة على التأبيد، حرمة تأبيدية، يعني أخو الزوج ما ينفعش يسافر معه ولا ينفع يسافر زوج الأخت مع أختها، بالرغم أن أخت زوجتك حرام أنك تتزوجها، لكن دي هذه الحرمة غير مؤبدة، حرمة على التأقيت. لو طلقت هذه المرأة لك أن تتزوج أختها بعد أن تنقضي عدتها، فهمت؟ يبقى لابد أن يكون ذو محرم على التأبيد، كأب وعم وخال وأخ وابن، يبقى إيه لابد أن يبقى. أو أب زوج يعني حماها، أو أخوها من الرضاع أو أبيها من الرضاع، كل دول إيه محارم يحموها ويأخذوا حاجتها ويكونوا حريصين على مصلحتها. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث أي ليال إلا ومعها ذو محرم. لكن سفر الأيام دي ممكن تسافر تركب الطيارة والطيارة آمنة، لأن هناك في مطار وفي شرطة وفي ناس قائمين على خدمتها، مضيفين يقوموا على خدمتها وفي رفقة آمنة، ولا تعاني الطريق لأنها بتبقى في طائرة، ثم بعد ذلك يستقبلها في المكان الآخر أهلها وأقاربها فلا بأس، تغيرت الحال، ما بقاش بتعاني إيه الجبال والمفاوز وتسير في الأودية وتتعرض. فأصبح الآن الحكم يختلف، يختلف الحكم الآن باختلاف هذه الأحكام، لأن هذا الحكم كان معلقا بإيه؟ بالخوف عليها، فإن أمنا الخوف عليها زالت العلة، زال الحكم، لأن علة الحكم هنا إيه؟ علة النهي الخوف على المرأة. طب أمنا الطريق وزال الخوف، تزول العلة يزول التحريم، فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي يبقى الحكم ده مش مستمر في كل زمن. طب افرض بقى السفر بالطيارة والطيارات بتتخطف، وممكن تكون الطائرة دي مسافرة الى ارض عدو لان بيننا وبينهم حروب، يبقى هنا حرام لان الجانب الاخر ليس فيه امن، واضح؟ وهكذا يبقى تختلف في وقت السلم عن وقت الحرب، تختلف في وسيلة السفر، تختلف الاحكام. العلة ان كان في خوف يبقى ما تسافرش منفرد، زال الخوف لها أن تسافر منفرد، في سفر حج وعمرة في سفر حج وعمرة، فريضة فريضة، نافلة نافلة، في غير حج وعمرة لمطلق حاجة لها أن تسافر ذلك، واضح؟ يبقى دي الأحكام من الأحكام التي تتغير بتغير الملابسات الزمان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليظهرن الله هذا الأمر حتى أن الضعينة، الضعينة يعني المرأة المسافرة منفردة، تسافر من صنعاء اليمن إلى الحجاز إلى أرض إلى أرض تهامة إلى مكة لا تخاف على نفسها إلا الذئب على الغنم. شوف قال هو بتسافر منفردة لما يزول إيه الأمن، لما يزول الخوف ويستتب الأمن ويصبح هذه البلاد اللي بتمر بيها كلها ناس مسلمين وليست فيها أعداء وليست فيها قطع طريق، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هو أجاز لها أن تسافر إذا أمنت الطريق، ولم يحدد كمان أنها كانت بتسافر من أجل حج أو عمر، مطلق سفر، تزور أقاربها، تطلب علم، تشتري تجارة بضائع، كل ده لها أن تفعل طالما أمنت الطريق. سيدي هذا الحديث يعني
هو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أم هو إذن وإقرار؟ لا، إخبار من علامات النبوة. ده بيقول الحديث ده وهم كانوا مستضعفين في مكة، فبيقول لا يظهرن الله هذا الأمر حتى يصير جزيرة العرب دي كلها مسلمة والمرأة تنتقل فيها زي ما عايزة لوحدها. آمين. فكان ده من علامات النبوة، إخبار بغيوب حدثت بعد ذلك. يؤخذ منه إقرار بجواز سفرها؟ أمال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هيقول كده بدون، مش كلامه وحي، مش كلام النبي ده وحي. طيب، كل كلام النبي وحي. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 3 ليال إلا ومعها ذو محرم. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. وزوجها طبعا من باب أولى، زوجها مش محرم لكنها زوجته عرضه يحافظ عليها، فهمت؟ يبقى إيه، يا زوج يا ذو محرم. أما قول النبي لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد لبيان عظم هذه الزيارات والمزارات، لبيان عظمها، فهي من أعظم المشاهد للمسلمين أن يشد الرحال ويسافر ليصلي في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لعظم أماكنها حيث أن الله عظمها. وفهم العلماء من هذا كالإمام النووي قال لا تشد من أجل النذر، فإن نذر وجب له أن يوفي نذره، أما لو نذر أن يصلي في أي مسجد آخر غير هذه لا ينعقد نذره وله أن يوفي في أي مسجد. يعني لو قال لله علي أن أصلي 2 ركعتين في مسجد الأشراف في المقطم، نذر كده له أن يقضي في المسجد اللي بجوار بيته ويصلي 2 ركعتين في جوار بيته خلاص في أي مسجد. لكن لو قال لله علي أن أصلي في المسجد الحرام وجب عليه أن يشد الرحال ويروح للمسجد الحرام، وكذا مسجد النبي وكذا مسجد الأقصى. يبقى النهي هنا عن شد الرحال من أجل النذر إلا لهذه الأماكن. وهل يستنبط منها النهي عن شد الرحال لأي غرض آخر كزيارة قبور الصالحين أو لزيارة أخ لك في الله أو للسعي في طلب الرزق أو للسعي في طلب العلم أو لصلة رحم؟ لم يفهم العلماء أن هذا النهي عن شد الرحال هو النهي عن شد الرحال مطلقا لأي غرض إلا لهذه الأغراض بس. ما فهمش كده العلماء، يعني كيف أفهم لا تشد الرحال إلا ل3 مساجد فأستنبط منها لا تشد الرحال لقبور الصالحين؟ ايه علاقة هو القبور هنا ذكرت؟ لم يذكر. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي بقى استنباط بعيد انك انت تستنبط شيء غير مذكور في الحديث، لان الامة اجمعت على جواز زيارة قبور المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نزور القبور لانها تذكرنا بالموت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور شهداء أحد، وأحد بالنسبة لإقامة النبي في المدينة تحتاج إلى كأنها سفر، وكان يزورهم في أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة إسرائه ومعراجه مر على قبر موسى بن عمران عند الكثيب الأحمر، فنزل وصلى بجوار قبره 2 ركعتين. طب مش الإسراء ده شد رحل بأمر الله وراح زار القبر هو مر عليه؟ فيبقى لا يفهم منها
كما فهمها الوهابية وابن تيمية ومن وافقه في هذا الفهم السقيم أنه ينهى عن شد الرحال إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يذكر فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. ده بيتكلم من جنس المساجد، يعني لا تشد الرحال لمسجد من أجل فضيلة في مكانه إلا لهذه الثلاث مساجد. أدي معنى الحديث، لا تشد الرحال لمسجد في أي مكان كان لفضيلة في مكان المسجد إلا لثلاث مساجد، فهي لها فضل لمكانها. لكن هل يجوز أنك أنت تشد الرحال للأزهر الشريف؟ ما هو الأزهر الشريف مسجد، لأجل طلب العلم، مش لأجل البقعة، لأجل طلب العلم. فهمت بقى إزاي؟ تشد الرحال لمسجد من أجل أن في درس علم هناك، بتشد من أجل طلب درس علم. تشد الرحال للمسجد الفلاني عشان أقابل فيه فلان موعد للمقابلة، لا بأس، لا لفضيلة المكان ذاته بل لأن هناك ملابسات أخرى. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي الحديث يفهم بطريقة واسعة. لكن لو شد الرحال للطلب التجارة أو للرزق، هل هذا ممنوع من نص الحديث؟ لا يوجد مانع صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أننا إيه نطلب العلم، ولو إيه اطلبوا العلم ولو في الصين، يعني في آخر الدنيا، يعني الصين دي رمز لآخر الدنيا، يعني بعد المسافة يعني. فهمت إزاي؟ يبقى بتشد الرحال والطلب العلم. طب هل في نهي هنا؟ يقول لا تشد الرحال لمسجد من أجل فضيلة فيه إلا لثلاث مساجد لفضل فيها، ولو خلت من أي ملابسة، يعني مش علشان في عالم أو علشان في شعر، لا، مش عشان للمسجد نفسه، للبقعة ذاتها. أما غير هذه الثلاث بقاع فكل البقاع من حيث البقع تستوي، ويبقى لك أن تشد الرحال لملابسات أخرى، لقلب تجارة، لطلب علم، لمقابلة قريب، لمقابلة عالم، لصلة رحم، أو لمجرد السياحة، لك أن تفعل ذلك. وعلى هذا الفهم صارت الأمة قرون طويلة إلى يومنا هذا، كل واحد بيسافر الحتة اللي هو عايزها في وقت ما بيحب، ويحب ما يحسش أن النبي نهى أن شد الرحال. فهمت بقى إزاي؟ سيدي الإمام النووي نقل عن القاضي اليوم، الإمام محمد الجويني استدل منه بحرمة شد الرحال لزيارة القبور، ولم يوافقه باقي العلماء. فهمتني إزاي؟ محمد الجويني قال كده، قال ومنها يؤخذ مش لحرمة، بكراهة شد الرحال لزيارة القبور. بس ده هيتعارض، ليه العلماء ما وافقوهوش؟ هيتعارض مع أحاديث أخرى، إن النبي أمرنا أن نزور القبور. فهمت ازاي؟ وتملي القبور الناس بيتخذوها في اماكن بعيده عن السكن، فعلشان تزور القبور لابد ان تشد الرحال. فهمت ازاي؟ هيتعارض فهمه، يتعارض مع هذا، واضح؟ فمش كل عالم يقول حاجه لازم نمشي وراه، ما ممكن يكون فهمه ده غاب عنه شيء اخر. وعشان كده العلماء نبذوا هذه الاراء لدرجه انهم اصبحوا لا يذكروها. فهمت ازاي؟ بتذكر بس للتاريخ مش للعمل بها، ان في واحد فكر كده، لكن تفكيره ده ليه اعرضت عنه الامه؟ لانه يعارض احاديث اخرى، ويعارض مقصد الله سبحانه وتعالى في قوله قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم. اذا كان ربنا امرنا ان نسير للسياحه وللعبره التاريخيه، قل سيروا في الارض فانظروا، مش ربنا بيقول لنا كده؟ وبعدين يقول لا تشد الرحال الا لثلاث مساجد، يعني معناها لا تسيروا في الارض الا للثلاث مساجد، يبقى في تعارض. فلا بد اننا اجمع بين اننا افعل الامر ده وافعل الامر ده. ازاي حل التعارض ده؟ ده فقه كبير. فهمت بقى المساله؟ وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعا فأعجبنني وآنقنني برضو أعجبنني بنفس معنى. يبقى العرب ساعات تكرر الكلمة من باب إيه؟ من باب التأكيد يعني، بس يجيب لك لفظة غير اللفظة والمعنى واحد.
نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، واقتص باقي الحديث. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم ابن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. وعن أبي قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. وعن أبي قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. مرة يقول ثلاث الأيام وهنا مسيرة يوم، يبقى اختلفت الأحوال بالظروف السائلين. ممكن تكون بعض القبائل مسيرة يوم بالنسبة لها فيها خطر، فقال دول ما يسافروش مسيرة يوم، فأمن الطريق أكثر فقال خليها مسيرة ثلاثة أيام. لما أمن الطريق أكثر طول المسافة، يبقى تختلف باختلاف الأحوال، أحوال أمن الطريق ووسيلة السفر، تختلف الحكم بأمن الطريق ووسيلة السفر، فما فيش تعارض بين إيه الأحاديث. كم كيلومتر ده أيام بسرعة الجمل، سرعة البعير يعني الجمل حوالي 20 كيلو 30 كيلو، يعني زي من هنا كده مثلا مدينة نصر. ده كان لو أنت هتركب الجمل بقى، ومش هيبقى فيه شرطة، وهيبقى الإخوان المسلمين واقفين بالمولوتوف في الطريق، فساعتها نقول لك لا تركب الجمل ولا تروح مدينة نصر يا ابني، أحسن هيتعرضوا ليك ويقتلوك. ساعتها حتى الراجل ما يسافرش، حتى الراجل، لانه ما يعرضش نفسه للمخاطر، فهمت؟ لكن لو الطريق بقى امن ووسيله المواصلات سريعه، والحكايه اللي هي كانوا بيقطعوها في يوم احنا بنقطعها دلوقتي في ربع ساعه وفي نص ساعه، خلاص يبقى الحكم اتغير. ما احنا الناس الوقت المسلمين مش بيبعتوا بناتهم وهم ساكنين في القاهره يتعلموا في جامعه اسكندريه ويركبوا القطر ويقيموا في المدينه الجامعيه؟ ده حرام مش حرام؟ ما هو لو حرام كانوا العلماء اتكلموا، ده العلماء بيبعتوا بناتهم، العلماء نفسهم بيبعتوا ولادهم يتعلموا، فهم ليه؟ لأمن الطريق. تغيرت الأحكام لتغير لأمن الطريق، أصبح خلاص بلاد مسلمين وفي أمن وفي أمان، وأصبح الانتقال سريع، والمسافة الطويلة تقطع في فترة زمنية قليلة. مسيرة الثلاث أيام دي يعني حوالي كام؟ حوالي 80 كيلو، عشان يمشي بالجمل كده ثلاث أيام يقطع 80 كيلو، انت ال 80 كيلو بتقطعها في قد ايه؟ في اقل من ساعه دلوقتي، هم كانوا يقطعوها في ثلاث ايام، فهمت بقى المساله؟ فتختلف. لو منعوا البترول ورجعنا تاني نركب الحمير والجمال، هنرجع تاني لتحديد المسافات بسرعه الجمل والحمار، فهمت بقى المساله؟ ترجع الاحكام تاني، فالاحكام دي مهمه تدرس، مش نقول خلاص توقف العمل بها، لا، قد ياتي زمان وبيئه نحتاجها فنعرف، فهمت بقى المسألة؟ سيدي بالنسبة لضوابط الطريق، يعني الخوف من الفساق لا يعد معتبرا؟ يعد معتبر. في ناس فسقة بيشربوا مخدرات وقاعدين، ودي معمولة عادي لما تبقى عارف ان حواليك في خرابة قاعد فيها عيال بيشربوا بانجو وحشيش طول الليل، وبنتك بتقول لك انا هنزل حمر عليه عشان اجيب كارت، تقول لا ما تنزليش، مش محتاج امر من الشرع يقول لك ما تمنعها، بالعرف معروف
فهمتني ازاي؟ يبقى لما تخاف على بناتك وعلى نفسك في اي سفر كان، في اي وقت كان، باي وسيله كان، لا تعرض نفسك للمخاطر. اذا زالت المخاطر لك ان تتحرك كيف شئت. ربنا يقول كل سيروا في الارض، واخد بالك، استعمركم فيها، يعني تعمروها، فهم، لكن بغير ان تعرض نفسك للمهالك. فجاء الشرع علشان يضبط هذا الامر. وعن ابي قال حدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب جميعا عن ابي معاويه قال ابو كريب حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها برضاع أو نسب. يبقى المحرم يكون بالرضاع أو بالنسب أو بالمصاهرة زي أبو الزوج، ما هو ده محرم. يعني أنا أما تبقى زوجة ابني أنا مش بقيت محرم ليها، خلاص تسافر معاك. فهمت بقى المسألة؟ يبقى قد يكون المحرمية تكون بالنسب أو بالرضاع، أخوها من الرضاع أو أبوها من الرضاع، أو بالنكاح كأب الزوج. مش كده برضو؟ كل الحاجات دي لازم الإنسان يعرف أسباب المحرمية، نسب ورضاع ونكاح. فهمت بقى؟ حديث يحيى بن يحيى مرنوش نقرا. حاضر. وعن ابي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيره يوم وليله الا مع ذي محرم عليها. يبقى ده يوم وليله والتاني ثلاث ايام واحاديث ثانيه فوق ثلاث ايام. ما فيش تعارض لاختلاف احوال امن الطريق. اذا يعني على حسب اختلاف امن الطريق. واضح؟ ايه؟ حديث وائل بن حرب اكرمه. ذكر ابن حرب ابو كامل. الحديث اللي قبله؟ حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيره يوم الا مع ذي محرم. احنا قراناه لكن نعمل ايه للنائمين. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش بهذا الاسناد مثل. لكن على اي حال في التكرار افاده. طلب العلم التكرار فيه افاده، وهو من مقاصد طلب العلم التكرار، لا باس. يعني لو حديث احنا قراناه واحد تاني عايزنا نقرا تاني، حاضر نقرا تاني، مفيش حاجه، لان احنا في مجلس علم والتكرار فيه افاده. فهمت بقى؟ ايوه في اللفظ لكن في المعنى واحد. لما يقول يوم ويسكت يبقى معناه يوم وليل 24 ساعة. وما يقول يوم وليلة يعني نهار وليل، يبقى برضه 24 ساعة. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. قاعدة كده. يعني لما يقول يوم ويسكت يبقى 24 ساعة. يوم وليلته يعني. وما يقول ليلة يبقى معاها نهارها 24 ساعة. ومقول يوم وليلة يبقى قصد باليوم النهار وقصد بالليل الليل. فهمت بقى المسألة؟ فالمعنى واحد، لأن معظم الروايات دي بيرويها الصحابي بالمعنى. هو سمع من النبي إيه إن هي مدة 24 ساعة. فواحد عبر عنها بليلة، والتاني قال لك يوم وليلة، والتاني قال يوم وسكت، والمعنى واحد. فهمت بقى المسألة؟
يعني لما اقول لك انا مسافر وهقعد يوم في اسكندريه، تفهم ايه؟ ان انا حبيت، مش كده برضو؟ لكن لما اقول لك انا مسافر اسكندريه وهقعد النهار، يبقى انا هاجي بالليل. يبقى لو قصدت فتره النهار بس هقول النهار، فهمتني ازاي؟ لكن لما اقول يوم يبقى قصدت ليلته معه. كل ده تلاقيه توسع في لغه العرب. عشان تفهمها لازم تعيش مع العرب كتير. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابي معبد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. الخلوة إن يبقى مكان يأمن فيه أن يراه أحد، دي معنى الخلوة. يبقى معناه لو دخل حجرة وأغلق الباب تبقى خلوة، طب لو الباب مفتوح مش خلوة. فهمت بقى إزاي؟ طب لو الباب مفتوح وفي حته مقطوعه خلوه برضه. طب والتاكس تركب التاكس مع السواق ويقفلوا الباب والتاكس ماشي في الشارع ليس بخلوه. فهمت ازاي؟ لانه في شارع وماشيين في الشوارع. طب التاكس مشي في مكان ايه مقطوع يعني غير مطروق بقى حرام خلو. تقول له لا عايزين نمشي في الشوارع المطروق، ما تمشينيش في الطرق غير المطروق. فاهم؟ لان لا تامن على نفسك. ولازم يبقى معاها ذو محرم. هل محرم ليها ولا محرم ايه؟ يعني من جهه الرجل. يعني لو انا واختي ممكن اقعد مع امراه اجنبيه؟ يبقى محرم سواء من جهه الرجل او محرم من جهه المراه. يعني مش شرط يبقى المحرم من جهه المراه. يعني لو امراه ومعاها اخوها وقاعده مع راجل اجنبي تبقى خلاص زالت الخلوة. طب لو الراجل ده معاه اخته او زوجته ومعاه امراه اجنبيه تبقى مش خلوة. فهمت بقى ازاي؟ لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المراه الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. يبقى تقديم الأحكام الأهم على المهم. أنت هتخرج غزوة غيرك يخرج بدالك، لكن امرأتك ملهاش إلا أنت. يبقى أجل الخروج للغزو وروح مع زوجتك. تقدم الأهم على المهم. في فرض عين وفرض كفاية. الخروج للغزو بالنسبة له كان فرض كفاية، لكن ايه زوجته ورعايتها فرض عين عليه. فطالما زوجته هتخرج يبقى يمشي معاها بقى، يحج معاها ويسيب الغزو بتاع السنة دي. فاهم؟ يبقى لابد الانسان يوازن بين الاحكام، ويقدم فرض العين على فرض الكفاية، ويقدم الفرض على ايه على السنة، ويقدم السنة على المباح، وهكذا تعرف مراتب الاحكام. وعن ابي قال وحدثناه ابو الربيع الزهراني قال حدثنا بيسموه الوقت ايه بالمعاصره فقه الاولويات. ادي كلمه معاصره بتعبر عن هذا، ما كانتش موجوده عند الجيل الاول. نسميها احنا الوقت ايه فقه الاولويات في الطريق المعاصر في الفقه المعاصر. وهو لفظ كان موجود في اذهان الفقهاء. فهمتني ازاي؟ لكن مش تحت هذا العنوان، ليس تحت هذا العنوان. وعن ابي قال وحدثناه ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بهذا الاسناد نحوه. وعن ابي قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم. حديث الخلوه ده مستمر، لكن موضوع السفر مش مستمر. العله في السفر الخوف، فاذا زال الخوف زال الحكم. طب العلة في الخلوة بالمرأة الأجنبية موجودة لوجود الشهوة والشيطان، يبقى حرام على طول.
فهمت ازاي؟ لدوام علتها، لدوام العلة. انما موضوع السفر كان علته خوف الطريق، فاذا زال الخوف في الطريق زال الحكم. لكن الخلوة بالمرأة الأجنبية العلة موجودة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ورغبة الرجل في المرأة مستمرة طول ما في دنيا، ففي نوع علاقة رغبة بين الرجل والمرأة. فإذا كانت أجنبية عنه فلا يخلون بها حتى يحترز لنفسه من أن يقع في الحرام أو أن يساء الظن به، حتى لو هو واثق من نفسه بس قد يساء الظن به. الناس اللي معديه يقول لك اه شفنا الشيخ فلان قاعد مع الشابه فلانه لوحدهم، والشيخ الراجل بريء وولي، لكن عرض نفسه ايه؟ للريبه. فهمت؟ دع ما يريبك الى ما لا يريبك. حتى لو انت راجل صالح وراجل كويس واحنا متواثقين فيك، لكن لا تعرض نفسك لالسنه الناس. فهمت بقى المساله؟ يبقى وبالتالي الخلوه بالمراه الاجنبيه حرام الى يوم الدين، لأن علتها موجودة طول ما في دنيا وفي شيطان وفي شهوة وفي ألسنة للناس تتكلم وإشاعات تطلع. فهمت بقى المسألة؟ سيدي بالنسبة لطبيب الأمراض النسائية مع الممرضة أو النسائية، خلاص تبقى كويس، ولكن يفضل للمرأة الذاهبة للطبيب أن تأخذ محرما معها، ويفضل للطبيب أيضا إن جاءت امرأة بغير محرم أن يوقف معه مساعد أو مساعدة حتى يحمي نفسه، حتى من ان هي تتكلف عليه امر وتقول انه تعدى علي. مش ممكن تكون امرأة سيئة السمعة تدخل وتكشف عند الطبيب منفرده، وبعدين تخرج تقول للناس المرضى الدكتور اللي جوه ده بيتعدى علي، يبقى منظر الدكتور ايه قدام الناس؟ يقف يقول لهم والله العظيم انا مظلوم. طب وليه انت تعرض نفسك لمثل هذا الموقف؟ فاهم؟ فلا بد يبقى فيه لما تيجي امرأة وعايزه تكشف عليه يقول لها مين قريبك اللي معاكي؟ دخليه. انا بعمل كده في عيادتي، ما انا طبيب اصلي، بقى لي 35 سنه طبيب. فهمت؟ لما تيجي امراه تيجي تدخل لوحدها، جايه لوحدك، طب اتفضلي، اسيب الباب مفتوح، ودي جرس، ادخل المساعده بتاعتي تقعد معانا، واخد بالك؟ وبعدين نكشف عليه وتنها ماشي، تبقى في عين ثانيه موجوده، عشان لو طلعت امراه سيئه السمعه تيجي واحدة تانية تنصفني. فهمت بقى المسألة؟ فلا بد. ولعلمك ده منصوص عليه في آداب المهنة في القانون الإنجليزي، اللي هم كفار، يقول لك لا يكشف الطبيب، كاتبينها في القانون الإنجليزي في ممارسة المهنة، قوانين ممارسة المهنة، إلا بوجود قريب للمريضة أو للمريض، واخد بالك؟ حتى لا يساء الظن به أو يتكلف عليه تهمة. شوف قد ايه، لان انت معرض ان يجي لك واحد يكون عدو ليك، يبعت لك امراه ويديها قرشين ويقول لها خرج شفي عند الدكتور ده، وتيجي لوحدها وتخرج بره تروح مصوته وتقول الحقوني الدكتور بيتعدى علي. حصلت مع احد زملائي في قريه من القرى في محافظه من محافظات الصعيد مصر. كان راجل ناجح وعيادته شغاله ما شاء الله وحاجه جميله، وعيادات الاطباء اللي حواليه ما بتشتغلش، فغاروا منه، بعتوا له امراه سيئه السمعه وراحت طالعه وقعدت تصوت وتقول الدكتور ده بيتعدى عليا. الصعايده طبعا العار ولا النار ولا العار، فهيطلعوا عليه تخوه. الراجل قفل عيادته وهجر البلد دي ومشي. ليه؟ لانه لم يراعي ادب المهنه ده. عارف هو لو راعي هذا الادب ما كانش عرفوا يعملوا فيه الفصل ده. لما تجيله يقول لها لا مش هكشف عليك لما تجيبي حد قريبك، أو يسيب الباب مفتوح، أو يدخل المساعدين بتوعه معاه. ساعتها ما تقدرش تتأول عليه حاجة. فهمت بقى المسألة؟ فلازم الواحد يراعي مثل هذه الدنيا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حديث رواه سيدنا الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن بإسناد حسن. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهمت إزاي؟ يعني دع كل أمر يؤدي إلى شبهة فيك أو ريبة فيك امتعد عنه. ما تقعدش في خمارة وتقرا وردك القرآني وتقول أصل أنا هشرب كوباية شاي. ما ينفعش كده. فهمت؟ مع إنك أنت داخل هتشرب شاي والشاي جائز. هتشرب مثلا ليموناتا.
وتقول اصل انا هقعد هناك اصل القعده مريحه يعني، وتقعد بقى وتفتح المصحف ما شاء الله قاعد راجل عابد والناس حواليك بتشرب خمره، وبعدين تيجي تطلع من باب الخماره الناس تشوفك طلع من باب الخماره هيقولوا عليك ايه؟ خمرتي. فهمت؟ طب وانت ايه اللي دخلك اصلا؟ دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فهمت بقى؟ حديث مهم عظيم. دلوقتي الاخوان يقولوا ان الشرطه هي اللي بتموت الناس وتتهم فينا، طب انتوا بتخرجوا مظاهرات ليه؟ ادام هم دع ما يريبك الى ما لا يريبك، يبقى الخروج للمظاهرات ريبه. وبيتهموكوا اتهامات باطله، يبقى اقعدوا ببيتكم. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وساعتها خلي الشرطه تقتل نفسها وانا قاعد في بيتي. ويبقى هنا كده كشفناهم، لو فرض جدلا كما تقولون ان الشرطه بتقتل نفسها. لكن ليه انت تخرج وتتزاحم وبعدين بعد كده لما يحصل قتله تتهم في غيرك؟ يبقى لا تخرج ولا تتزاحم، لان الزحام والمظاهرات اصبحت ريبه يندس فيها ايادي خفيه. شفت الحديث ازاي ماشي؟ دع ما يريبك الى ما لا يريبك، فين اللي يفهم الحاجات دي؟ نيجي نقول لهم كده يقول لك ايه؟ لكن المهم ينفذ هو الاوامر اللي جايله من تحت لانه بلا عقل. هو اتربى على انه يبقى بلا عقل. اخرج يوم الجمعه؟ اخرج. حاضر. موت نفسك يوم الجمعه؟ حاضر. ما ينفعش كده. باب العياده مفتوح. يا استاذ باب العياده، انت عايز تبقى طبيب؟ طيب. فلا اشكال. طبعا اما يبقى طبيب مساعده بتاعته امراه وقاعدين لوحدهم في العياده ومفيش مرضى يسيب الباب مفتوح بس وخلاص الحكايه سهله. ما هو في حد بيخش عيادته بيقفل الباب؟ مش البيبان بتبقى مفتوحه؟ ما العياده دي عامله زي الدكان، هيقفل الباب يبقى قفل ايه؟ قفل المحل. فلازم الباب يبقى مفتوح. سهله يعني. فهمت بقى؟ مسائل المرأة المعاصرة سيدي، يعني شيخ المسجد قاعد في المسجد وليه حجرة مرحقة بالمسجد وامرأة جاية تستفتيه في وقت في غير وقت الصلاة، ما ياخدهاش في الحجرة المرحقة بالمسجد، ياخدها في فسحة المسجد وباب المسجد مفتوح، يبقى لا خلو. فهمت؟ لكن لو أدخلها المسجد وقفل الباب وقاعد يسمع منها الفتوى بتاع الشكوى بتاعتها يبقى برضه خطأ، عرض نفسه للقيل والقال وهكذا. فهمت ازاي؟ فاحنا مش هندي امثله لا نهائيه، احنا بنكلم ناس عقلاء. انت تفهم بقى وتمارس حياتك بهذه الطريقه، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، اي شيء يؤدي الى ريبه وشك فيك ابتعد عنه. فهمت ازاي؟ وخلاص. باب ما يقول اذا ركب الى سفر الحج وغيره، اللي هو دعاء الركوب. غدا ان شاء الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.